السلام عليكم ورحمة الله أيها الأحباء والأصدقاء. اليوم نحن هنا للاحتفال بعيد الاستقلال الهند 75 وفي اليوم 15 من أغسطس عام 1947 رفع شاشا نهرو أول رئيس الوزراء الهند علم الهند في قلعة الحمراء نيودلهي، وأصبحت الهند دولة مستقلة في هذا اليوم. فقد ضحي العديد من المقاتلين الشجعان من أجل الحرية بحياته. وفي هذا اليوم لا نستطيع أن تنسى أبدا زعماء الذين اشتركوا في حركة الاستقلال مثل جواهرلال نهرو ومهاتما غاندي وأبو الكلام آزاد وغيرهم. أيها الأصدقاء، إن وطننا الهند أكبر دولة الإمبراطورية العالمية، نعيش فيها أديان كثيرة مثل الهندوس والمسلمين والمسيحيين وغيرها. دعونا نتذكر هؤلاء الزعماء من أجل حرية ونصلي من أجل أن نعيش معا بحرية في هذه الهند. أختتم كلامي، السلام عليكم ورحمة الله.